أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الأي الأعلى سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الحكم الوضعي. قلنا الحكم الشرعي يقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. انتهى الكلام في الحكم التكليفي ودخلنا في الحكم الوضعي، وقلنا الحكم الوضعي فيه قسمان. القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعان لحكم تكليفي، والقسم الثاني حكم وضعي يكون منتزعان عن حكم تكليفي. وفي المحاضرة السابقة قلنا القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي، هذا الحكم الوضعي يكون مجعولا بالاستقلال وليس منتزعا عن الحكم التكليفي. وقلنا لأنه موضوع فهو يسبق رتبة، فهو يتقدم رتبة على الحكم التكليفي، ولا يتحقق به الانتزاع، لأن الانتزاع يعني تأخره رتبة وهو متقدم. فكيف في نفس الوقت هو يتقدم رتبة وفي نفس الوقت يتأخر رتبة، في نفس الوقت يتقدم ويتأخر على شيء واحد؟ هذا غير معقول. ومن أمثلة الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي هو الملكية والزوجية. وقربنا ولو في المثال مع المناقشة، قلنا والاحتفاظ بالنقاش في المثال و لا مناقشة في المثال. سجلنا إشكال بأن الجعل الاستقلالي في هذا القسم من الحكم الوضعي غير معقول. أما إذا كان بما هو دون أن يشرع الحكم التكليفي في مقامه في موضعه على هذا الموضوع، فلا ثمرة ولا محصلة لهذا الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي، يكون على نحو اللغوية. وإذا كان مع الجعل أو مع الحكم التكليفي، أي الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي، فنقول الحكم التكليفي يكفي إذا كان في نفس الموضوع، يكفي الحكم التكليفي الذي يوضع على نفس الموضوع أو الذي يجعل على نفس الموضوع ابتداءً، يكفي في البيان، يكفي في التبليغ، يكفي في إيصال الحكم، يكفي في إشغال الذمة، ولا حاجة للحكم الوضعي إذا تحقق الغرض من الحكم أو في الحكم التكليفي. إذا تحقق الغرض من الحكم أو في الحكم التكليفي فلا داعي للحكم الوضعي، فيكون على كل الاحتمالين على نحو اللغوية. دفعنا هذا الإشكال وبينا بأن هذه الأحكام الوضعية هي لنقل مرتكزات أو لها جذور أو لها ارتكازات عقلائية، والشارع اعتمد هذه وسار على سيرة العقلاء للتنظيم وللتسهيل. هذا القسم الأول حكم وضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي. القسم الثاني
هو حكم وضعي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي، هذا يقابل ذاك. إذن هذا القسم لا يكون مجعولا بالاستقلال، بينما القسم الأول كان مجعولا بالاستقلال. القسم الثاني الذي يكون منتزعا لا يكون مجعولا بالاستقلال، بل يكون منتزعا عن جعل الحكم التكليفي. إذن هذا القسم لا يكون مجعولا بالاستقلال، بل يكون منتزعا عن جعل الحكم التكليفي. لماذا؟ أو لنقل بيان هذا، أو لماذا قلنا هذا الكلام أو ذكرنا هذا المعنى؟ وكأننا نريد أن ندخل في بيان هذا القسم من الأحكام الوضعية. قال نقول لأنه مع جعل الأمر بالمركب لاحظ لحد هذه اللحظة ربما بل بالتأكيد تكون القضية مشوشة ومشوهة عندي وعندكم غير واضحة، فنرفع التشويش ونزيل التشويه بما نبين بعد هذا إن شاء الله أو خلال الكلام اللاحق أو التالي. إذن هذا القسم يكون منتزعا، هذا القسم لا يكون مجعولا بالاستقلال. لماذا يدخل؟ لأن هذا القسم ينشأ من كذا وكذا وكذا، كأن الكلام بهذه الصورة. نقول لأنه مع جعل الأمر بالمركب، يعني المولى يأمر بالمركب بمركب الصلاة، يعني يأمر بالصلاة المركبة من أجزاء التكبيرة والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. إذن هو أمر بالمركب، فنقول لأنه مع جعل الأمر بالمركب كالصلاة من السورة، يعني التي تتكون من السورة والسجود والركوع إلى غيرها من الأجزاء، فإنه يكفي. لاحظ مجرد ما يصدر أمر، مجرد ما يجعل أمر بالمركب، أمر بالصلاة مركبة من الأجزاء، هذا الأمر الصادر، هذا الجعل الصادر من المولى بالمركب، بالأمر بالمركب، جعل الأمر بالمركب يكفي في انتزاع عنوان الجزئية من هذا الأمر. كيف؟ عندما نقول عندما يأمر المولى، عندما يجعل المولى الأمر بالمركب كالصلاة من سورة وسجود وركوع، قال يعني صلي صلي بسورة وسجود وركوع وإلى آخرها، أو صلي الصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع والتشهد والتسليم. عندما يصدر مثل هذا ماذا تقول أنت؟ ماذا تنتزع من هذا؟ الآن لا أسأل، أقول عندما يأتيك أمر بوجوب الصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع، الآن أنا أسأل، أقول هل السورة جزء من الصلاة، جزء من الواجب؟ أنت أمرت بواجب وهو الصلاة، هل السورة جزء من الصلاة؟ تقول نعم السورة جزء منها. هل السورة جزء من الواجب وهي الصلاة واجبة؟ نعم هي جزء. هل السجود جزء؟ نعم السجود جزء. هل الركوع جزء؟ نعم الركوع جزء. إذن إصدار الأمر وجعل الأمر بالمركب يكفي في انتزاع عنوان الجزئية، عنوان جزئية كل جزء من هذه الأجزاء بلحاظ المركب، بلحاظ الفعل، بلحاظ الواجب أو بلحاظ المحرم. إذن نقول لأنه مع جعل الأمر بالمركب كالصلاة من السورة والسجود والركوع، فإنه يكفي في انتزاع عنوان الجزئية، جزئية السورة للواجب، جزئية السجود للواجب، جزئية الركوع للواجب، هذا عنوان جزئية
كل من هذه العناوين يكفي في انتزاعه جعل الأمر بالمركب، صدور الأمر بالمركب. إذن من هذا قلنا لا يكون هذا القسم الثاني، لا يكون مجعولا بالاستقلال، لأن المجعول بالاستقلال هو جعل الأمر بالمركب، وانتزع منه عنوان الجزئية، فلا يوجد أمر مستقل بالجزء. واضح المسألة؟ ومع نكمل أيضا نقول ومع عدم جعل الأمر بالمركب، الآن كأنما نظرنا إلى الفقرة الأولى من الكلام الأول، قلنا هذا القسم لا يكون مجعولا بالاستقلال، بينا هذا، قلنا لأنه مع جعل الأمر بمركب كالصلاة من السورة والسجود والركوع فإنه يكفي في انتزاع عنوان الجزئية، جزئية السورة الواجب، جزئية السجود للواجب، جزئية الركوع للواجب. إذن لا يكون مجعولا بالاستقلال بل يكون منتزعا. إذن لا يكون مجعولا بالاستقلال لأنه ينتزع من مما بينا قبل قليل. نكمل في البيان أيضا بلحاظ هذه الفقرة من الكلام، لا يكون مجعولا بالاستقلال، وأيضا بلحاظ الفقرة الثانية يكون منتزعا عن جعل الحكم التكليفي، لكن الجزء الثاني أو الفقرة الثانية ستكون منفية هنا، أي بلحاظ عدم الفقرة الثانية، لاحظ بلحاظ عدم الانتزاع. نقول الكلام الأول قلنا لأنه مع جعل الأمر بالمركب فإنه يكفي في انتزاع عنوان جزئي، الآن نقول ومع عدم جعل الأمر بالمركب، لا يوجد أمر بالمركب، لم يصدر أمر بالمركب، لا يوجد أمر بالصلاة، لا يوجد أمر بالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع، التفت إلى هذه النقطة جيدا. نقول مع أنا أسأل مع عدم جعل الأمر بالمركب كالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع، أي مع عدم جعل الأمر بالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع، الآن فلو أنشأ المولى حكما وضعيا بأن السورة جزء من الصلاة، التفت جيدا لهذا السؤال وفكر في الإجابة، لا يوجد أمر بالصلاة، انتهينا، لا يوجد أمر بالصلاة، لا يوجد أمر بالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع وغيرها. الآن لو صدر من المولى حكما وضعيا بأن السورة جزء من الصلاة، بأن السجود جزء من الصلاة، بأن الركوع جزء من الصلاة، الآن التفت السؤال، التفت للسؤال، هل يثبت عندنا، هل يتحقق عندنا، التفت إلى سؤال، جزئية عندما يصدر هذا الحكم الوضعي من المولى بأن السورة جزء من الصلاة، هل يثبت عندي بهذا الأمر أن هذه السورة في هذا الحكم الوضعي، هل يثبت عندي أن هذه السورة هي جزء من الواجب؟ من يجيب السؤال بدرجة ربما يكون من البساطة؟ التي يجعل الكثير يقول هذا السؤال ربما ليس بهذه المستوى من البساطة، فنحتاج إلى تفكير وإلى نظر
لكن هو بالرغم من بساطته يحتاج إلى الالتفات إلى الألفاظ وإلى صيغة السؤال وإلى ألفاظ السؤال. أعيد حتى نلتفت جميعا، نقول لا يوجد أمر مع فرض، هذا الفرض بأنه لا يوجد أمر بالصلاة، لا يوجد أمر بالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع، عدم جعل أمر بالمركب من بالمركب أي بالصلاة من لا يوجد أمر بالصلاة من السورة والسجود والركوع. فهل تتحقق الجزئية أي جزئية لاحظ أي جزئية السورة مثلا للواجب أو من الواجب؟ هل تتحقق جزئية السجود للواجب أو من الواجب؟ أو هل تتحقق جزئية الركوع للواجب أو من الواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلين، مجرد ما نقول هذه السورة جزء من الصلاة، أو نقول السورة جزء من الصلاة المولى يقول، السورة جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، هل تتحقق جزئية السورة للواجب؟ الجواب واضح، وإذا غفلنا عنه إن شاء الله نلتفت بعد هذه العبارات التي تذكر بعون الله تعالى. ماذا نقول؟ نقول لا تتحقق الجزئية بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. لماذا؟ تقول مسألة بديهية، هذا الأمر الوضعي، الحكم الوضعي يقول هذه السورة هي جزء من الصلاة، كيف تقول لا تحقق الجزئية؟ نقول السؤال كان هل تتحقق الجزئية للواجب، لم نقل للصلاة، هل تتحقق الجزئية للواجب أو من الواجب، ونحن قلنا في فرض الكلام أن الصلاة غير مأمور بها. أصل الكلام الأخير قلنا ومع عدم جعل الأمر بالمركب ومع عدم جعل الأمر بالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع، فقد صدر من المولى الحكم الوضعي بأن السورة جزء من الصلاة، يتحقق شرطية أو يتحقق جزئية جزئية السورة من الصلاة الواجبة، لنقل بهذا العنوان لا يتحقق، لأن الصلاة غير واجبة، لم يصدر أمر بوجوب الصلاة. بتعبير آخر نقول مع عدم الأمر بالصلاة فيكون الحكم الوضعي بجزئية السورة للصلاة يكون لغوا. لماذا يكون لغوا؟ لأنه لا ثمر فيه، السورة جزء من الصلاة لكنك أيها المولى لم تأمر أصلا بالصلاة، فما فائدة هذا الحكم الوضعي الذي يصدر؟ إذن نقول مع إصدار الأمر بالمركب، مع إصدار الأمر التكليفي بالمركب، وجوب الصلاة المركبة من السورة والركوع، وفي هذا الأمر مع صدور هذا الأمر التكليفي، هذا الحكم التكليفي، هذا التشريع التكليفي، لا داعي ولا نحتاج إلى صدور أمر وضعي بالجزئية، بل يكفي هذا الأمر التكليفي وصدور الأمر التكليفي وجعل الأمر التكليفي يكفي في انتزاع عنوان الجزئية، فلا نحتاج إلى الأمر الوضعي بالجزئية لو صح التعبير. ومع صدور الأمر الوضعي، الحكم الوضعي، التشريع الوضعي بالجزئية، مع عدم صدور أمر تكليفي بالمركب، أيضا لا معنى لصدور الأمر الوضعي مجردا عن الأمر التكليفي، لأنه يكون على نحو اللغو، واللغو يستحيل على المولى ومن المولى. واضحة؟ إذن القسم الثاني حكم وضعي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي، هذا القسم لا يكون مجعولا بالاستغلال، بل يكون منتزعا عن جعل الحكم التكليفي، وذلك لأنه أليف، لنقل وذلك أليف
أو وذلك لأنه أليف مع جعل الأمر بالمركب كالصلاة من السورة والسجود والركوع، مع جعل الأمر بالمركب أي بالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع، فإنه يكفي في انتزاع عنوان الجزئية، أي جزئية السورة للواجب، جزئية السجود للواجب أو للصلاة الواجبة، جزئية الركوع للواجب أو للصلاة الواجبة. ومع باء ومع عدم جعل الأمر بالمركب كالصلاة من السورة والسجود والركوع، أي لا أمر بالصلاة من السورة والسجود والركوع، فإنه لا يمكن أن تتحقق الجزئية أي جزئية السورة للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. فمثلا كما بينا خلال الكلام، فمثلا إذا أنشأ المولى وقال السورة جزء من الصلاة ولم يكن هناك أصلا، لم يكن هناك أصلا أمر بالصلاة، فإنه لا تتحقق جزئية السورة للصلاة. ليس نقول فقط سنضيف معها للصلاة الواجبة، أو لا تتحقق جزئية السورة للواجب، فإنه لا تتحقق جزئية السورة للصلاة الواجبة، أو لا تتحقق جزئية السورة للواجب، لأنه لا أمر بالصلاة. لأنه لا أمر بالصلاة، لا يوجد أمر بالصلاة، لأنه لا أمر بالصلاة أصلا، أي لا وجوب للصلاة أصلا. فلا يأتي الكلام عن أجزائها لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها، يعني لا يأتي الكلام عن أجزائها عن أجزاء الصلاة الواجبة، لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها. إذن انتهينا من عنوان لو صح التعبير الحكم الشرعي، ومن عنوان الحكم الشرعي وتقسيماته. نقرأ وبعد ذلك ننتقل إلى الموضوع الآخر، وله أيضا هو كل هذا الكلام تحت مبحث الحكم الشرعي، تحت مبحث الحكم الشرعي وتقسيماته، الأحداث أو عفوا الأحكام التكليفية والوضعية. هذا العنوان الذي دخلنا فيه، الأحكام التكليفية والوضعية. قد تقدم، يقول السيد قدسة نفسه، قد تقدم في الحلقة السابقة أي الحلقة الثانية، قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأول، أحدهما الأحكام التكليفية، والآخر الأحكام الوضعية. إذن قسمين، هذا الأول وهذا الثاني، القسم الأول والقسم الثاني. وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، ونحن أيضا خلال الشرح بينا، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، وقلنا وصلنا في النتيجة أقسام الأحكام التكليفية: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. الآن يدخل في الأحكام الوضعية. لاحظ كيف أن يعني هذا المثال، هذا الدرس، هذا البحث من تطبيقات ما ذكره السيد في مقدمة الحلقات، عندما يعني أشار بأن بعض المواضيع، بعض البحوث
يعني يكون طرحها على نحو التدريج، يعني يعطي لنقل يعطي في الحلقة الأولى أو يبين في الحلقة الأولى الموضوع إجمالا ويشرح بعض هذا الموضوع أو يفصل بعض الموضوع الكلي، وفي الثانية يشير إجمالا إلى ما بينه في الحلقة السابقة ويكمل البعض الثاني الجزء الآخر من الموضوع ويشرح ويدخل في تفصيله، ويدخل في الثالثة ويشير إلى أنه قد بين في الحلقة الأولى والثانية البعض الأول والبعض الثاني، الجزء الأول والجزء الثاني من الموضوع، والآن يكمل الجزء الثالث مثلا على سبيل المثال نعطيه كمثال. والآن أيضا يقول الكلام في أحكام تكليفية وأحكام وضعية. قال الأحكام التكليفية قد سبقت الإشارة إليها، عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، والآن ندخل في الأحكام الوضعية. واضحة هذه المسألة؟ فأنت المفروض عندما يعني تدخل في هذا البحث كطالب أو كباحث أو مطلع، المفروض أنه تكون المعاني حاضرة عندك، لا تدخل للبحث إلا أن تعرف وتلم بكل أطراف الموضوع. وقد عرفنا سابقا نبدأ عن الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فهي على نحوين، الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق. هنا تسجل ما كان واقعا أي ما كان يقع، هذا ليس نقول واقعا الواقع مقابل يعني عالم الواقع مقابل عالم الذهن مثلا أو مقابل العوالم الأخرى، وإنما هنا يقصد يقع حاله موضعه. إذن ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي أي الذي يقع موضوعا للحكم التكليفي، وهذه العبارة التي بعدها تشير إلى أنه يريد أنه يقع وليس عالم الواقع مقابل باقي العوالم. كالزوجية، هذا القسم الأول ما كان واقعا أو ما كان موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. هذا القسم الأول، النحو الأول. النحو الثاني سيدخل أيضا في تفصيل عن القسم الأول، وأيضا يذكر الثاني ويدخل في تفصيل عنه. الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي. لاحظ دائما قلنا الأحكام الوضعية لها علاقة بالأحكام التكليفية، لأن الحكم الوضعي لو كان مستقلا ولا علاقة لحكم تكليفي بهذا الحكم الوضعي لكان على نحو اللغو، لا فائدة ولا ثمرة فيه. فنقول إذن القسم الثاني أو النحو الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، كجزئية السورة للواجب، كجزئية السورة لاحظ الواجب أي الصلاة الواجبة، ليس جزئية السورة للصلاة وإنما جزئية السورة للصلاة الواجبة أي للواجب. المنتزعة هذه جزئية السورة للواجب، هذه الجزئية من أين منتزعة؟ المنتزعة عن الأمر بالمركب منها أي من الأجزاء، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر المركب، عن الأمر بالمركب منها ومن غيرها، إذا كانت منها تعود إلى السورة، عن الأمر بالمركب منها من السورة وغيرها من الأجزاء. واضح؟ عن الأمر بالمركب
أي بالصلاة المركبة أو بالواجب المركب، أي بالصلاة الواجبة المركبة منها من السورة ومن غيرها من الأجزاء. ونقول أيضا لأن الجزئية أعطاها على سبيل المثال، فإذا الكلام في الأجزاء فيكون عن الأمر بالمركب منها أي من الأجزاء، والسورة هي كمثال لجزء من الأجزاء، وإنما الكلام في كل الأجزاء. واضح المسألة؟ المنتزعة عن الأمر بالمركب أي بالمثال بالصلاة المركبة من الأجزاء، ومثال آخر شرطية الزوال للوجوب المجعول. لاحظ أعطاك جزئية للواجب كمثال، وأعطاك جزئية للوجوب، أو أعطاك شرطية للوجوب، والمثال آخر وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر. شرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة من أين منتزعة هذه؟ السورة كانت منتزعة عن الأمر المركب، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر من أين منتزعة هذه الشرطية؟ شرطية الزوال للوجوب المنتزعة هذه الشرطية عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. يجب عليك صلاة الظهر عند الزوال أو بعد الزوال أو بشرط الزوال، أي شيء تريد أن تعبر، لكن ما دمنا نتحدث في الشرطية نقول تجب صلاة الظهر عند الزوال، فتقول هذا الأمر بوجوب صلاة الظهر عند الزوال يكفي بأن ننتزع عنوان الشرطية. أي عنوان الشرطية؟ عنوان شرطية الزوال لوجوب صلاة الظهر. واضح المثال إن شاء الله. ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني، هذا الانتزاعي، في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي. لماذا؟ أو يبين، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها، من السورة وغيرها، من السورة والركوع والسجود وغيرها، يكفي هذا الأمر التكليفي. لاحظ نؤكد أمر التكليفي، والكلام في الأمر الوضعي هنا حكم تكليفي، والكلام في الحكم الوضعي. يقول يكفي الأمر التكليفي، يكفي الحكم التكليفي، يكفي التشريع التكليفي في أن ننتزع منه الحكم الوضعي، لو صح التعبير. يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. لاحظ عندما تقرأ هذه بعض الأمور أيضا التي يعني غير واضحة عند الكثير، حتى عند ممن لهم ذلك الصيت والعنوان، أيضا لا يعرف ما هو الفرق وما هو التطبيق في الأمر الوضعي والأمر التكليفي. فعندما تتحدث عن شروط الصلاة، شروط الصوم، تذكر مقدمات، تذكر أجزاء واجب، أجزاء الوضوء، هذه الأمور التي فيها هذه فيها نوع من لنقل كثيرا ما تكون على نحو التعداد، تعدادات، هذه كلها التي يعني نقصد بها هذا البعض الذي نتحدث ونشير إليه، هو هذا الكل عبارة عن أحكام أو من تطبيقات الأحكام الوضعية، وليست من الأحكام التكليفية. لكن هذا الحكم الوضعي
اما يقع موضوعا لحكم تكليفي او يكون منتزعا عن حكم تكليفي له علاقة بحكم تكليفي، هذا شيء لا اشكال فيه. واضح حتى تكون المسألة واضحة. ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني ليس مجعولا، اي المنتزع ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لانه مع جعل الامر بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. لاحظ عنوان الجزئية للواجب من السورة، نقول هذه السورة هي جزء للواجب، ليس جزء للصلاة، لا، وإنما جزء للصلاة الواجبة. وبدونه، بدون الأمر التكليفي، لا يوجد أمر تكليفي، ونقول صدر أمر وضعي، صدر حكم وضعي، لا نقول أمر حتى لا تنصرف الأمر إلى الوجوب وتنصرف إلى الحكم التكليفي. صدر حكم وضعي وقال السورة جزء من الصلاة، هل هذا يكفي بدون أن يصدر الحكم التكليفي؟ وبدونه، أي بدون الحكم التكليفي، لاحظ وبدونه أي بدون الحكم التكليفي، بدون الحكم التكليفي بالمركب، لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. لاحظ قال لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب، لم يقل لم أن تتحقق الجزئية، لا يمكن أن تتحقق الجزئية للصلاة، وإنما قال للواجب، أي للصلاة الواجبة وليس للصلاة، لأننا حسب الفرض المثال نقول لو أصدر المولى وقال أصدر حكما وضعيا وقال بأن السورة جزء من الصلاة، نقول نعم جزء، لا نستطيع أن ننكر الجزئية، المولى يقول السورة جزء من الصلاة، لكن هل يوجد ثمرة في هذا مع عدم وجود حكم تكليفي بالأمر بالصلاة؟ نقول لا ثمرة في هذا، يكون على نحو اللغوية. ويقول وبدونه، أي بدون الحكم التكليفي بالمركب، لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب، لاحظ الجزئية للواجب، الشرطية للواجب أو للوجوب، بأن الجزئية للواجب، الجزئية الشرطية، هذه العناوين من الأمور الانتزاعية الواقعية، من الأمور الانتزاعية الواقعية، يعني هذه الأمور لم تنتزع من خيال، لم تنتزع من اعتبارات وادعاءات لو صح التعبير، وإنما يوجد أمر واقعي انتزع منها هذا الشيء، يوجد فعلا أمر واقعي بالصلاة، يوجد حكم بالأمر بالمركب من السورة والركوع والسجود، يوجد حكم واقعي، يوجد أمر واقعي، يوجد وجوب واقعي، يوجد تشريع واقعي بالصلاة، ينتزع منه عنوان الجزئية، ينتزع منه عنوان الشرطية. إذن هذه من الأمور الواقعية. هنا يريد أن يدخل في نكتة أخرى السيد ويلفت إليها، يقول الآن لا نقصد بالواقعية، لا نقصد بالواقعية لنقول عالم ينصرف عنوان الواقعية إلى عالم الخارج، لا نقصد بالواقعية الجوهر لنقل، لا نقصد بالواقعية الوجود مقابل العوالم الأخرى لنقل بصورة عام، نقصد بالواقع هو الواقع ونفس الأمر، ليست ادعاءات، ليست خيالات. يريد أن يشير هنا إلى أن عالم الواقع يختلف من حيثية إلى حيثية أخرى، فعالم الجعل، عالم جعل الحكم الشرعي، هو عالم، وهو عالم واقعي في الواقع ونفس الأمر، هو أيضا واقع، هو أيضا عالم واقع، لكن عالم واقع الأحكام هو عالم الجعل، عالم واقع الأحكام
هو عالم الجعل، هذا الذي نريد أن نعبر ضمن هذه المرحلة وفي هذه النقطة. كيف قلنا يريد في هنا في عالم الواقع يريد أن لا ينصرف الذهن إلى الواقع الخارجي؟ لا، ليس هذا هو المقصود فقط العالم الواقع الخارجي، لا، وإنما كل ما يتصور من الواقع سواء كان الواقع خارجيا أو لم يكن خارجيا. الخارجية بالنسبة إلينا نحن القاصرون المقصرون. كيف أيضا يقارن؟ يعني يقول لا نقصد هنا عندما نقول، نحن عادة عندما نقول أمور انتزاعية واقعية نقصد أن الكلام، هذا الكلام ينصرف إلى أي شيء عندما تقرأ هذه أو تطرح هذه الذكرى في المنطق، في الحكمة، في الأصول، ينصرف الذهن إلى هذا الأمر. تقول مثلا المركب الفلاني، الخلطة الفلانية، المعجون الفلاني يتكون من المادة الفلانية كذا وكذا وكذا. نعطيك مثال، قلنا لا مناقشة في المثال. تقول السرير الفلاني، الكرسي الفلاني، هذا الكرسي يتكون من أجزاء، هذا مركب ويتكون من أجزاء، من الخشب ومن المادة اللاصقة ومن المسامير. والسرير كذلك أيضا تقول يتكون من أجزاء، فهنا تنتزع، لاحظ، إذن في الواقع يوجد سرير، في الواقع يوجد كرسي، وفي الواقع يوجد أجزاء للكرسي المسامير والخشب، وفي الواقع يوجد أجزاء للسرير المسامير والخشب. لاحظ من هذا الواقع، أي واقع؟ واقع خارجي. من هذا الواقع الخارجي تنتزع، تقول المسامير جزء من السرير، الخشب جزء من السرير، واضح؟ المسامير جزء من الكرسي، الخشب جزء من الكرسي. إذن لاحظ، جزئية المسامير للكرسي، جزئية الخشب للكرسي، جزئية المسامير للسرير، جزئية الخشب للسرير، هذا عنوان جزئية منتزع من الواقع، من الأمور الواقعية، من الأمور الخارجية، واضح؟ يقول لا نقصد فقط هذا بعالم الواقع، ولا نقصد بهذا بأننا عندما نقول أمور انتزاعية واقعية، وإنما نقصد حتى الأمور التي تكون واقعية في عالم الجعل. واضحة؟ نقرب أكثر، مجرد قلنا لا مناقشة في المثال. فعندما نقول كما أنه في عالم الخارج يوجد أمور واقعية ويوجد أمور أخرى غير واقعية، لا نريد أن ندخل في تفصيل الأمور غير الواقعية، أيضا في عالم الجعل، في عالم التشريع لنقول، يوجد أمور واقعية ويوجد أمور غير واقعية. في عالم الخارج يوجد أمور واقعية ويوجد أوهام، يوجد خيالات، يوجد ادعاءات، يوجد تنزيلات لو صح التعبير، وأيضا في عالم التشريع يوجد أوهام، يوجد خيالات، يوجد ادعاءات، يوجد تنزيلات، كما يوجد وجود أمور واقعية في عالم الخارج يوجد أمور واقعية في عالم التشريع، في عالم الجعل. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون المسألة واضحة عندنا جميعا. إذن نقول، وبكلمة أخرى، أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها هو عالم الجعل، وإن كان وعاء واقعها هو عالم الجعل، أو عفوا هو عالم جعل الوجوب، أي عالم الجعل هو عالم جعل الوجوب، فلا فرق بينها. هنا يقول لا فرق بينها وبين، أي بين جزئية السورة للواجب، فلا فرق بينها، بين جزئية السورة للواجب أو الجزئية للواجب أو الشرطية للوجوب،
فلا فرق بينها، بين لنقل الأمور الانتزاعية الواقعية في وعاء عالم الجعل، أو في عالم الجعل، أو في عالم جعل الوجوب. فلا فرق بينها، بين أي شيء، بين، تعطيك مثال، بين جزئية السورة، جزئية الواجب، شرطية الواجب، شرطية الوجوب. واضح المسألة؟ يقول لا فرق بين هذه الأمور وما يرجع إلى نفس العالم الذي ترجع عليه هذه الأمور، فلا فرق بينها، بين جزئية السورة وجزئية الواجب، وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية. لاحظ خطا تحت الخارجية حتى تعرف هنا الكلام الذي أشرنا إليه. فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية، من حيث كون، من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا. هذا أمر انتزاعي واقعي، وهذا أمر انتزاعي واقعي، لكن هذا الأمر الانتزاعي الواقعي، جزئية المركبات الخارجية، هو من وعاء الخارج، وتلك جزئية السورة وغيرها من وعاء الجعل ومن عالم الجعل. وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، هذه لها وعاء، وعاء ولها واقع، يختلف عن وعاء وواقع الأخرى، لكن ما دام هذا يتحقق، تتحقق واقعيته في عالمه، فهذه منتزعة منه، وهي من الأمور الانتزاعية الواقعية، وهذا واقعيته تتحقق في عالمه وفي وعائه، إذن ما ينتزع منه هو من الأمور الانتزاعية الواقعية. وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، هذه، هذا المنشأ من أمور خارجية، وهذا من أمور جعلية أو شرعية أو أحكام أو غيرها، ما أو أي شيء تريد أن تعبر. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا، إذا كانت هي من الأمور الواقعية، التفت جيدا، إذا كانت الأمور من، إذا كانت الجزئية من الأمور الواقعية، هل يمكن، هل يمكن إيجادها بالجعل التشريعي، ندخل أكثر، والاعتبار بالجعل التشريعي والاعتبار، هذه الاعتبار ليست مفصولة عن الجعل التشريعي، لا، هذه مع الجعل التشريعي، لأننا إذا نفصل هذه عن هذه، كأنما هذه الاعتبار بيان لما يريد بالجعل التشريعي، لأننا قبل قليل قلنا يوجد عالم جعل، يوجد عالم الجعل، عالم التشريع، فلا نستطيع أن هنا نقتصر نقول الجعل التشريعي، لا، نقول الجعل التشريعي أو عالم الجعل التشريعي فيه أشياء واقعية في عالم، في عالم الجعل، وفيه أشياء اعتبارية، هذا اللي، كما أن في عالم الخارج يوجد أشياء واقعية ويوجد أشياء اعتبارية، يوجد واقع، أمور واقعية في عالم الخارج، يوجد أمور واقعية ويوجد أمور اعتبارية، أيضا في عالم الجعل، في عالم التشريع، يوجد أمور واقعية ويوجد أمور اعتبارية. فكما أن في عالم الخارج إذا كانت الأمور واقعية لا يمكن أن ننشئ هذه الأمور الواقعية الخارجية الموجودة، لا يمكن أن تنشأ بالاعتبار، الاعتبار لا ينشئ حقيقة، لا يولد حقيقة، لا يوجد حقيقة، وهذه في، هذا في عالم الخارج. وكذلك في عالم الجعل، في عالم التشريع،
يوجد أمور واقعية ويوجد أمور اعتبارية، والاعتبارات لا تنشئ الأمور الواقعية، الأمور الواقعية لها علل خاصة بها من سنخها أيضا تكون واقعية، المعلولات الواقعية تنشأ من علل واقعية ولا تنشأ من اعتبارات. أرجو أن تكون واضحة المسألة. وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها، وما دامت الجزئية نكرر وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. هنا أيضا نقول لأن الاعتبار لا ينشئ الواقع، والواقع لا ينشأ من الاعتبار، وإنما الواقع ينشأ من الواقع. أما القسم الأول يرجع إلى القسم الأول الذي هو يكون موضوعا لحكم تكليفي. أما القسم الأول تسجل كالزوجية والملكية فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا. لاحظ، فمقتضى القسم الأول أي الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا لحكم تكليفي، فمقتضى وقوعه موضوعا لأنه يقع موضوعا فهذا يقتضي، أي موضوع لأي شيء، موضوع للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا. ماذا يقتضي؟ أما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا. لاحظ، لأنه موضوع ضع خطا تحت عقلائيا وشرعا، أحكام تكليفية لاحظ عقلائيا وشرعا، يعني بهذه العبارة بإضافة هذا العنوان عقلائيا إضافة للشرع. نحن قلنا إمضاء الشارع ويوجد أمور لها ارتكازات عقلائية ومناشئ وجذور عقلائية، بهذا يريد أن يدفع الإشكال والشبهة التي يطرحها بعد قليل. يقول أما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا، فمقتضى وقوعه هو كونه مجعولا بالاستقلال لأنه موضوع فلا بد أن يكون مجعولا بالاستقلال لأنه يسبق رتبته كما بينا، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي لأن موضوعيته، لاحظ لأن موضوعيته، لأن كونه موضوعا لأن موضوعيته للحكم التكليفي، أي لأن كونه موضوعا للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه وتقدمه عليه، سبقه وتقدمه عليه رتبة، مع أن انتزاعه يقتضي تأخره عنه، فكيف يتقدم عليه وتأخر عليه؟ لا يمكن الشيء يتقدم على غيره وفي نفس الوقت يتأخر على ذلك الغير، أي هو يتقدم على نفسه، لا يمكن لشيء يتقدم على نفسه ويتأخر على نفسه. شبهة، وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم. الآن قلنا هذا لابد أن يكون مستقلا، لكن ربما تأتي شبهة، ما هي شبهة، ما هو الإشكال؟ قال قد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم، أي القسم الأول كالزوجية والملكية، لا يمكن أن يكون مستقلا، لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو. لماذا لغو؟ يقول على كلا الاحتمالين لغو، إذا صدر بنفسه مجردا عن حكم تكليفي فلا فائدة ولا ثمر فيه، وهذا لغو. صدور مثل هذا الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي من المولى يعتبر على نحو اللغوية لأنه لا ثمر فيه، وإذا لا صدر على نحو الاستقلال وصدر في نفس الموضوع صدر حكم تكليفي كما قلنا في الأمثلة السابقة في البحث السابق وما سبق أيضا خلال هذا البحث الإشارات إليه، وصدر مباشرة، قال مثلا يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة، ذكر الزوج وذكر الزوجية، أو قال في حكم الأزواج أو في حكم الزوجية أو في حكم النكاح يكون كذا وكذا على الزوج كذا أو على الزوجة كذا، فذكر هنا، فهل نحتاج إلى حكم أو ذكر الحكم الوضعي ونذكر الزوجية أو نذكر الملكية في مقام آخر؟
فيكون أيضا ذكر أو إصدار لنقل حكم الحكم إصدار حكم وضعي بالملكية أو بالزوجية مع ذكر حكم التكليف يشير إليهما أو إلى كل منهما، فلا داعي لإصدار الحكم الوضعي، يكون على نحو اللغو، ويكفي الحكم التكليفي في بيان هذا الأمر وتحريك المكلف وبعث المكلف نحو هذا الحكم أو هذا الموضوع أو ذاك الموضوع. إذن يكون إما باستقلاله الحكم الوضعي يكون لغوا، أو مع وجود الحكم التكليفي فالحكم التكليفي يكفي في البيان لنقل وفي إشغال الذمة وفي التكليف والإرسال والحث وتطبيقات وموضوعية حق الطاعة. إذن لا داعي للحكم الوضعي، إذن إصدار الحكم الوضعي يكون على نحو اللغوية، ستحقق اللغوية. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي هذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له، ومعه أي مع الحكم التكليفي، لأنه بدون أي لأنه أليف بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له، لا أثر للحكم الوضعي، لا أثر له أي لا أثر للحكم الوضعي. ومعه أي مع جعل الحكم التكليفي، ومعه لا حاجة إلى الحكم الوضعي، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه. والجواب جواب الشبهة، والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول هذا كالزوجية والملكية اعتبارات، لاحظ هي اعتبارات ذات جذور عقلائية، لم يأتي الشارع ابتداء ووضع هذه، وإنما العقلاء وضعوا هذا، وهذا نظام عاد عام عندهم، فإيصال الأحكام الشرعية وصب لو صح التعبير وتعلق الأحكام الشرعية بهذه الموضوعات الجاهزة المنظمة عند العقلاء تكون أسهل بالتبليغ، أسهل في الصياغة، بدل ما يأتي المولى يعلم أو يعلم بدل ما يأتي المولى ويعلمهم نظاما جديدا، أو يفرع الأحكام كما قلنا في أبواب متفرقة فتكون فيه شيء أو يكون فيه شيء من المؤونة. والجواب أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، لذلك هناك قال للأحكام التكليفية عقلاء وشرعا، ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام، تسهيل الأمر، تسهيل التبليغ، تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية، فلا تكون لغوان. ويأتي الكلام في شمول الحكم للعالمي والجاهل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.